أنا بدي أفصل الشارع ده. اللي زينا يا ولدي صغيرين في عينين الناس. الدرويش الصغير بيهم براسه لفوق. في قانون جديد بدأ يحكم بلدنا زاد اليومين دول، هو قانون الدين. لكن في شارع عبد العزيز في قانون تاني أهم. كل اللي عايزينهم ينجحوا نجحوا. قبل ما تحضر العفريت لازم تتعلم تصرف. شارع عبد العزيز يوميا الساعة 7 مساء على CBC دراما.